إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، حكى بالله بيني قصيدتي دوري أفرتن كبيد هيد يعني أقول ترى لي إن شنفة دي وكل ما هذا حرجينا إن شاء الله تعالى عاونا لما يستر عبد الله قدره. مسألة كب الله بيننا مسألة الإيمان كل يدبا معناها كتب بدن لقالفة عشر كما في لين لوري تمام بيدون وقد ما يهينا هذا مسجد حق لي كريمة، لكن مجملا ما لها وين إن شاء الله تعالى يرى إشارة إن إشارة رجينا إن شاء الله تعالى محلوق فهمه. قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تلبد. قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد، حاميه يوم العريش ومن له في الغار مسعد يا له من مسعد. قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت الإمارة في الإمام الأزهد، فاروق أحمد والمهذب بعده، سند الشريعة باللسان وباليد. قالوا فثالثهم؟ فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد، سهر النبي على ابنتيه ومن حوى، فضلين فضل تلاوة وتهجد، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين سهر محمد. قالوا فرابعهم؟ فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد، زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي، أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي. قال شيخ رحمه الله شيخ حورنا يا قالوا وحي لهذين يويديين فما الإيمان؟ إيمانك محوية هاي محا إيمان ليلة هذا. قلت وحريبي مجاوبا حالا نمتك جوابي إيمانك عمل عمل وي وتصديق رمين وي بغير تبلد دمنا شاء الآن حالا كسوغنا هاي أنونا الدمنين وفطنا ودقلة أو حقرنا هايو أيان سيدا أقول جوابي. قالوا وحي ويديين فما الإيمان؟ إيمانك محوية هاي إيمانك مسألة الإيمان وحالو مغعبا من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الأمة مسائل كي أقوه الرئيي أي كتران أو مدى معناها أي سو خلافين حي كمدي المسائل كواوين أو مدى أي سو كرتك أي سو خلافين محا إيمان لي له ذا جهمية وحا إليهين إيمان كسيدي سبا والمعرفة وانقرشة وكلية معنا هنا تغانى وكلية شريتانك الله إلهي نوتشل معناه هنا إيمان هانا قرأتهم باللوب باعي هاي أشاعر ذا وحيليه سيد ابن تيمية وصونا غلين هايو إلى سدح طائفة أما سدح قول أي إليه سدح لا قول إليه قول كي أغوب بذيه أغلب كسيد بدن غالب كمعناها أي قبان وحاوية التصديق رمين قلبك قلبوني لقى الرمي مرجع وحيليهن
التصديق بالقلب والإقرار باللسان وقلبك إن لغا رميه لغا قرى معناها التصديق بالقلب قلبك إن لغا رميه والإقرار باللسان عربك أنا إن لغا دواقو وأيو كما درهيان عملك كما دريان الكرامية وحليهن الإقرار باللسان عربك كلية أو لغقرة هي ليلة هذا مذهب أهل سنة والجماعة مذهب السلف مذهب حقا محل إلى هذا إيمان إيمان وحل إلى هذا قول وعمل بتعبير آخر سكل هذه الله عبره اعتقاد بالجنان أي بالقلب قلب إن لقى اعتقاديه وإقرار باللسان عرب كنا إن لقى قروا عرب كلا وقد واقه قفك أود له دواق كريه وعمل بالأركان أي بالجوارح قمناها إن لقى عمل فل إيمانك وحل إلى هذا عند أهل السنة والجماعة قول وعمل وقول هي عمل سيك لا دانو في رنه مثلا واحد اللي يدهدا إيمانك علماء قاركو ذي كعبران مسألة الأسماء والأحكام مثلا ما يعيدا هي أحكامته بمعنى الأسماء وحلولتها إذا اسم العبد في الدنيا الدنيا ذا قفك ملع وقالا هيا وحلولنا يا مؤمن ميالورنا يا مثل كافر بالورنا يا دنيا مركو تشوفه ناقص الإيمان إيمان كسوى مد وناقص يا هاي ميالورنا يا مرتكب الكبيرة ذنبي قفك دعي ميالورنا يا فاسق ميالور بحنا يا ما ظالم بالو مغعابيا ما منافق بالو مغعابيا ومسايش عرمة ذيك عبران الأسماء والأحكام أسماء هي أحكام أحكام تنوحة ويو لو لتشي ذا حكمه في الآخرة آخرة قف كان حكم كي سمحون نقونها يا من أهل الجنة ما أهل الجنة قفكم نقونها يا آخرة ما كلكتو أم من أهل النار أم وحون قنيا ذاتك أهل النار أيوك من قنيا ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في الجنة وحوك من قنيا ذاتك نار تنتهي قلان ذنوب تنتهي قلان لو بس الطهيري كد من الجنة كواري وجنة لكين هيا ما كوا أيو نقنيا محا أسماء أما على سينا يا دنيا قفك نعدونك بشرك آخرنا حكم كيسة سيأي النقونية حافظ من الرجب وحورنيا مركب مسألة أكهد لهاي مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مركب شيء يوحو لها وحول ومسائل عظيمة جدا ومسائل آدوا وينوية فإن الله سبحانه وتعالى علق بهذه الأسماء السعادة ربي سبحانه وتعالى أسماء النوعنا وحو معناها كحري الشقاوة والسعادة قفك إن العقاب وشق ونقون هيو يسعيد إن ونقون هيو استحقاق الجنة والنار إن معناها جنة ومضان هيو هي النار معناها إن وقلها هيو وحو كمضان لها جنة النار مسائل كان يكحرينيهين مسألة الإيمان أي كحرينيهين اختلافك أما خلافك خوارجت أيكو خلافين أصحاب رسول الله هنا وحي على أقل لهيد مسألة مسألة الإيمان وقفك محال ورنيا معناها هدي وح معصية أما ذنبيا وكتغو مقع على السين هيو وارنت معناها يكو قفين وهي سلفك أما أهل السنة والجماعة
وعمل بالجوارح وحا إيمان لا إله ذا جوارح دقفكن وعمل لي ماذا سيدة صلاة يجهادك نقل الأقدام إلى الجماعات والجمع إن جماعاتك قفك وهذا مساتك وسوء هذا يوحي إلى مذا وجوارح قفك لي ماذا عمل لي ماذا عمل باللسان وأن نطق به إن لقو دواقه هي قفك وكو دواقه عمل القلب قفك معناها قلب إنه لي ماذا نوحوه وقلبي كعمل فلو وقلبي كدواقه إنه اعتقاد يتصديق جاز لما قلبي كلي ماذا قلبي عمل كيسن لي ماذا نيدي إخلاص كي إنقياد كي إرادتي هي وحي معناها رماز اللمذا سيدا توكل كي رجاء يا خوف يا محبة وقلبي كدعاية سيدا ينيت هاي وسلف كسيدا يا قوان أحمد حنبل وحي إلى هذي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إيمانك وحوية وقول هي عمل يزيد وينقص وأنا زيادة وأنا نسقامة إمام البغوي وحورنا إياه اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان هذا الكسوسي ولوحي إلى هذي وقالوا أصحابتي تابعينتي علماء يسلف أهل السنة وحي إلى هذين إن الإيمان قول وعمل وعقيدة شرح سنة للإمام البغوي أي معناها كهلسة إمام الشافعي وحلقسه النغليين إلى هذي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجز واحد من الثلاثة عن الآخر شرح أصول اعتقاد أهل السنة هي كسر النقلية إمام الشافعي وحليه هاي وهاي جماعة أصحابتي يتابعينتي يدتك كدن بي ممن أدركنا دتك أنسوق النيبة يذكر رع سنايين إيمانك إنه يهي قول وعمل ونية قول يا عمل يا نية إنه يهي تعابير كالدوان أي معنى سلف كعابرين مرة ورانا هيان الإيمان قول وعمل إيمانك وقول يا عمل مرة ورانا هيان قول وعمل ونية مرة إليهن قول وعمل واعتقاد انت اصلا معناها اسكم معنوي الفاظ ام معناها كلا دون اختلاف التنوع اي لا معنى حبك او دواقن با كلا دون معناها اسكم مدوي هذه لا سوق هو اصطلاح شرعي وحا لا يراها ايمان قول وعمل قولك وحلو لتشيدا قول القلب قلبك قولك سوى اعتقاد يتصديق وحكلو قولك لو لتشيدا قول اللسان والتكلم بكلمة الإسلام شهادتين قفك نقول واقو وقول وقلبي أنا كدع هيا عرفك أنا كدع هيا أرنت الله نحوي وعمل عمل هيا عمل كاسو اللباء عمل القلب قلبك عمل كيسة وهو معناها النيدي يخلاصك يمحبدي ينقيادك يرجاك يخوفك يوحلمتك يقفك قلبي سنوك عمل فلوبا يا قلب أعمال القلوب لا إله هذا يعملك كلو عمل الجوارح عملك جوارح ذا كدعيا إن سدح ذا سؤية هاي أدلة فربضا النصوص فربضا باك تسيسو وحاكمي ذا قلبك إن إيمانك وكيمان يا قلبك ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يا ربي سبحانه وتعالى ورنا يا وحاكل ربي إلي هاي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
qalbiguna rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku qurxiyey. Lisaanka ama carabka isna macnaha in qayb macnaha iimaanka ka mida uu yahay oo loo baahan yahay, waxaa saxiixoo nabi sal alla slam ka sugan inuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xata yashhaduu an laa ilaaha ila allah faida qaaluuha acsamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqi lislaam wa xisaabuhum cala allahi tacaala. Bukhaari muslim ayuu ku sugan yahay. Wuxuu odhanayaa imaam muslim marka uu sharxayay xadiidkan uu sharxayay waxa uu yidhi wattafaqa ahlu sunnati min almuxadiiina walfuqahaa'i walmutakallimiina cala ana almu'mina aladi yuxkamu biannahu min ahli lqibla wala yukhladu fi nnaari laa yakunu ila man ictaqada biqalbihi diina alislaami اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين فإذا اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا. شرح مسلم للإمام النووي أي كسو من يهي مقولة أم أوراها ليهي قفك مركا لا اعتبارين إنه من أهل القبلة وكمديها ومسلم يهي وقفك إسلامك اعتقادا جازما خاليا من الشكوك قلبي سمعنا كاعتقادي ونطق بالشهادتين لابد الشهادة نقول واقعي متكود عدو كوكا بصدو أسوأ وأدل معناها وعرف كذا واقع وايو أما قلبي بل لقوا وايو قلبي سشك وكتر ولبو سكاهين لم يكن من أهل القبلة أصلا قفك أسقف مسلما ماهن وأهل القبلة لقوم حسابنا أيو أرنيا عملك إن إيمانك وكمد يهي ربي سبحانه وتعالى وحولنا يا وما كان الله ليضيع إيمانكم ربي سبحانه وتعالى إيمانك إن مدى يعي أي صلاتكم سلاة دين أذوت كنيسين لنا بيت المقدس أذوت كنيسين أنت وقت أذو حق أذوت كنيسين إيمانك إن ربي مدى يعي مركزه إيمانك لو لتشيذو sida aksaru lmufasiriin ay ku fasireen qaarkoodna ay odhanayaanba ajmaca lmufasiruun calaa annahu araada in macnaha loola jeeday iimaanka salaatakum ilaa bayt lmaqdas salaadii macnaha bayt lmaqdas xaggeeda loo tukanhayay. Ahlu sunna waljamaaca waxay macnaha raacinhayaan oo halka ay ku darahayaan iimaanka markay qawlun wa camalun ay yidhaahdaan yaziidu wayanqusu wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa ay ka wadaan iimaanka waa ajzaa weeye waa qaybo macnaha qaybahaasi way kala waaweyn yihiin qaybaha iimaanka uu macnaha uu ka kooban yahay qaar haddii ka tegitaankooda kufriya gaalnimo ayay gaadhsiinaysaa qaar gaalnimo ma gaadhsiinayso hadduu la yimaado iimaankiisaa ziyaadaya hadduu la imaan waayana iimaankiisa ayaa nusqaan noqonayo waxaana daliil u ah xadiidkii fi saxiix bukhaari iyo gayrkiiba ku sugnaa ee nabi sal alla slam uu odhanahayay alimaanu bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa situuna shucba iimaanka waa dhowr iyo toddobaatan ama lixdan iyo toddobaatan qaybood weeye fa afdaluha qawlu laa ilaaha ila allah waxaa ugu fadli badan waa laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatatu lada can ariiq waxaa ugu hooseeyana waxa weeye in dhibka laga zuuliyo wadada laga zuuliyo oo kulligoodba macnaha iimaan ay noqonayaan wayna kala waaweyn yihiin macnaha meesha muctazilada iyo khawaarijta ay qabaan iimaanka inuu yahay qawlun wa camalun inuu iimaanka yahay qawlun billisaan wax carabka loogu dhawaaqo wa camalun biljawaarix wax macnaha jawaarixda macnaha looga sameeyo oo acmaal uu yahay واعتقاد بالقلب قلب جنا لقى اعتقادي وانت سي اهل السنه والجماعه اي معناها اسكو فخسيهين وحيكو خلاف سيهين اعماش قيبتا هم ايمان كسيدي سبا شعب ماهن يزيد وينقص مقبان ايغو معناه اما انه ماشى كبحه او ايمانك قفكه وكتغه اي انه قفكه ايمان ليه هي لبدا واخو دخيه ماله oo iimaanka xaggooda saddexdaasoo isu tegay waxa uu la mid yahay dhagax oo kaleenta masalan
شيء أضيق أو هذا اسكت دوبان أو اسكت حيران وأما توريسو أما القاضي ليس معنا هذا كلا تشتري كرين أو كلا جوجو كرين ماشى أهل السنة والجماعة أي قضا وأيوه معنا مركا ماشى كرين عندنا هيان هدي لا تمادان واحد ذنبي أو كبيرة أعماش ما دام إيمانك أو كمدي هاي إيمانك أو هل شيء اسكت حيران أو يهو جزء لا يتجزأ هل شيء أو كلا جوجو كرين أو يهاي ماشي أهل السنة والجماعة يقبان جزء يتجزأ وحكى لقوي كري وقيب فربنا له هدي عمل واحد ذنبي وكبيرة التي ما عدو لقوم أورنا هي معناها فاسق لقوم أورنا هي لقوم أورنا هي ظالم لقوم أورنا هي ذنبي وين بلي من الله أورنا هي خلاص حاوى يكرك على قوي معناها ذنبي بقول عاي وقالوا بي خلاص قالوا يهلك أورنا هي معناها وحده حيو درجة وده حيس معناها ملهان هاي إما قال إن أنا قطع معناها يكون جالسياً وسيفتر سيفتر لغون تكاسر أنت هاي أما معناها إن مؤمن تهاي معناها أي وسيلة وأركان مؤمن هانا ضد هاي لنا عكلا كوه حاج كسور تشيدو مكاسي خوارج في معتزلة ذا باب الإيمان وحال إلى هذا وعيدية وهي معناها حديثكم يا دلاده يا نصوص نارته وقفكم دق لوش بهايو دين عكلك وكدرن باتاغن او مرجيه رجل ميده معناها اورن هيو ايمان سيدي سبب تصديق كليه ورمينه كليه معناها ان رميسون بالغا ربا تصديق قاركون حين المعرفه قيبا كمين حيليهن المعرف ان ادواته كليه بالغا ربا هذه أتقال لما كنا عضوئية هذه كتاب قد كتمتية معنى هذا الرسول كعيدية قرآن كعداد عيدية وعيلان كفر استهزاء بكتاب الله عز وجل وآياته وكالية هذا كنا عضو مؤمن بعد سكتة هذه معنى مؤمن بعد ما بقالوا بسيد بي كورنا يا معنى آهي فركاسي وحي لمن نغن يساون إن أصحاب رسول الله مثلا أما الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان كيسي هذه إيمان كذلك نسك ميدي هاي وهي حق هذا معنى واحد لا تمد إيمان زيادة هي إيمان نسقامة هي وحمكرا معنا التصديق كليا لا يبع عنها وما الخطرة أيضا تاغيهين الحق والوسط سيدة حق أنا معناها وسيدة الآن عادك أوي إيمان كينويها قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص إن الزيادة هي نسقامة هي. يزيد بطاعة الرحمن عز وجل وينقص بطاعة الشيطان الشيطان كإن راعنا إيمانك وكن نسقاما يا شيخ أنت سيو معناها كعب الله وحي إلى هذين قالوا وحي إلى هذين فما الإيمان إيمانك محويا هاي قلت وحي لمجاوبا أنا وجوابها يا قلت وحي لمجاوبا حالا وجوابها يا عمل عمل وي وإن عمل لي ماذا وتصديق يرمين إلى لي ماذا وي بغير تبلد دمنا شلان أي أنا مساكو جوابي مسدوا جوابي تبلد معناه وحاوي ضد الذكاء والفطنة يعني فاجبته بذكاء أنا معناها ذكية أي أنا أقول جوابي وفهم له معناه ومثل باهن سيقوني معنا إن لو دراسي وقال لو قوى قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد قالوا وحي لهذين فمن بعد النبي فمن خليفة كأي خليفها وبوت كسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم يا خليف نغضي ودتك معناها مؤمنين تاها فرق الرسول صلى الله عليه وسلم وقير يودي يا أمير النقضي مدح يا النقضي قلت وحاكو جوابي بويري الموحد موحدك أي معناها مسلمك قبل كل موحد أي قبل كل مسلم مسلم وردن كوهري وغوهري أنا أول من أسلم من الرجال أي كوضا أو بكر الصديق أي أولتي الموحد قبل كل موحد مثل يا وحوها خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم
أهل سنة وحي إجماع كيهين خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم كي رسول صلى الله عليه وسلم كدن بيي أغونا بفضل بنا أمدا حقنا أولها إنو النعضاء إنو أبو بكر الصديق إنو يهي أبو بكر الصديق ومركا وكو إشارة وكوت المامي الموحد قبل كل موحد أي من أسلم قبل سائر المسلمين قبل سائر الناس أي أول من أسلم قفك أبوه الرئيي إسلامي أبو بكر الصديق مسألة هل كان وكبل الله بوحا وهي أصحاب رسول الله محلق آمين يا معنا روافد يا شيعة جمهور الصحابة ويطعنين أيام وينعين أيام حبينا كشيء أيام وحانا كمذا معنا ضد قونيا وخاصة مبايق على مسارا ورديعي كرتقيبة كمذا نيوح كشيء سلمان الفارسي يا عمار بن ياسر يا أبو ذر الغفار يا علي بن أبي طالب يا أهل بيتك هو لي وإنعك لأهل بيتك غلوي أي كسي سمين هيام قيب كواوي وأصحاب رسول الله قيبنا كحد قدبي وعلي بن أبي طالب يا أهل بيت كحد قدبي حق معناها محبضي يتعيرك أيو أي شيئان هيام قاركود معناها أي النبي نما قارسين أيانا ما إله نما قارسين هيام قيب أصحاب رسول الله لا يطعنين أيانا وحي كشيئ هيام لنعكلا وحكسه ارتيد خوارج وأهل البيت قيب أصحاب رسول الله معناها سيد علي بن أبي طالب يا أهل البيت قيب كمذا قيب أصحابته كمذا جالسين هيو وملفق معناها جارسية رضي الله عنهم ورضوا عنهم رب سبحانه وتعالى رالا يكي هاي كما نحد قد بيانا حد إليهين مدى فينا يان وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله مجارسين هيان من عين هيان ومعناها حبك مشي هيان محبة ضي تعيل كوضع إلا تعلى ذنا كل قد معناها من الإيمان إيمانك معناها أيو كمدي هاي هل كي يا أصحاب رسول الله يتاجيهين جملة يقودها أن معناها لما أورنا يوان معصومين وذنب كمدى أصحاب رسول الله ما أورنا هيان خوف كمدى أصحاب رسول الله خطأ يقف معناها وكدع كرهيا فحسن الله رجينا يا وناقي فضلك إليهن إن رب سبحانه وتعالى وقد عفيه وضدك السابقين تيددك هوري إن أيهن وي مسألة ذني وحورانها يا شيخة يا كحيقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحا كحيقي رسول صلى الله عليه وسلم أو بكر الصديق يا رسول صلى الله عليه وسلم كحيقي أو مدى معناها مسؤول النقضي وهيي سؤال بأي من يسوع نبي إساء أبو بكر الصديق الله دورتي اختيارا نرت دور شو أقول عليه ولا دورتي مركي ليس كوي في سقيفة بني ساعدة أصحابتي معناها ولا مبايع عدين وأنا كوي جماعين إجماع وهي معنا أصحاب رسول السنة والجماعة سكوا ذا رعسيهين أصحاب رسول الله يا كوي جماعي أبو بكر الصديق إلا دورته ما دعي كرتها معناها حكما بالنص إن نص أقيم إن أبو بكر الصديق معناها لا دورته معناها نص كاسي مجلبة نص ظاهرة ميا كسر روري أما نص خفية أيا أوس كسر روري أما نص إشارة هان إشارة أيا معناها كسر روري باب كذا إن شاء الله تعالى أتكرر سن دونتان حاميه في يوم العريش لكن نصوص فربضنا دلة فربضنا أيا إشارة يسو إن أبو بكر الصديق رسول صلى الله عليه وسلم وكذا بين دونه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغندون حاميه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد يا من له من مسعد بيت كهوري أي معنى كان كحرين يهي حاميه كيلا لنها يوي قف كاسي الموحد قبل كل موحد وحالو لجد حاميه كي نبي صلى الله عليه وسلم إلى لنها يهي ودورها يهي الدفاعية بروتكشنك السين هاي في يوم العريش ما رنت عريشك يوم بدر عريشك الله معاوية نبي صلى الله عليه وسلم الوابة هي الله واوي وعريش يربى الله واوي ونبي صلى الله عليه وسلم قرر حدي معناها مركي أهل بدر وصفي وماشى معناها وكال الدياري نبي صلى الله عليه وسلم موت وربي وكبر يا هاي أبو بكر صديقنا عريشك رسول صلى الله عليه وسلم وكجر أيو الدفاعي وإلالنا هاي واردين هاي حاميه
كي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها يوية في يوم العريش ما لنت عريش يوم بدر ومن قفوية قف كاسي خليفة الرسول النعضي له للرسول صلى الله عليه وسلم رسولك الله في الغار قدك قده غار الثور أسعد كقولي أقرقاري ونبي صلى الله عليه وسلم مركي أي سوق حين ومكا وكسو قحي كسو عرين قدك غار الثور مركي معناها أقرقاري نبي صلى الله عليه وسلم وحي أقرقاري إلا سعودي أبو بكر الصديق أيوها يا له من مسعدين الله أفي عنا قف حقولي وقرب استعوى أبو بكر أفي عنا أبو بكر أي إشارة هي أو ليه هي وحاوي كي رسول صلى الله عليه وسلم إلى لين هي يوم العريش أي يوم بدر ما نتي بدر قف خليفة الرسول نقضي عريش كانوا حوالوا وابكي أما عريش كي الله صلى الله عليه وسلم ماشي بدر معناها والنبي صلى الله عليه وسلم الجوغي وفري الله سبحانه وتعالى وكبر يا هاي وحاوي قفكي معناها في الغار أسعد في غار الثور في صدي عيد معناها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار مركي لبضو قد كي كوتيرين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن النبي صلى الله عليه وسلم كونه لا تحزن إن الله معنا معيتين لا معيه أي معناها أبو بكر الصديق ماشى وكهله معية الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك ولا تشوقي يا معية الله عز وجل يا له من مسعد الله معناها هو ناسنا قف حجر جاره أو بكر معناها يا غفي عن قف غفي عن مشروي قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهدي قالوا وحي لهذين فمن ثاني أبي بكر أو بكر يا كحجي الرضا أي المرضي أو بكر أو بكرك لغرها النغضي الله سبحانه وتعالى خالق وكاها قلت وحاربوا إلى الإمارة مدحني ماذا في الإمام إمامك قدس يأتي الأزهدي إزاهن ربنا الإمارة مدحني ماذا وحام معناها أمير نغضي إمامك زهدي ربنا أي أمير نغضي زاهن ماذا ربنا معنا أو بكر وحلو مغعابي تري خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هدي عمر ليمد حين قال الله هدي هبك لغص عدين ليلة هذا خليفة خليفة رسول الله عثمان خليفة 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 رسول الله هذا هذا كل ديران العمركة وحلو غص وكوبي أمير المؤمنين إلا هذا أول من سمي بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب قفك أغهر يا أمير المؤمنين لغم عابينا وحوها أجمعت الأمة على إمامته وزهده وأنه حق الناس بالخلافة بعد أبي بكر وماذا نوازك وافقين قفك مطي إمام لماذا إنه يهي معناها أهل سنة والجماعة وأسك وافقين أبو بكر عمر بن الخطاب إنه الأزهدي الزاهنين ربنا زهدي وحى الإله هذا ترك ما لا ينفع في الآخرة وحى آخرا أنكو أنفعين وحبا أنكو ترين دنيا المركة أتوكتين أتكتكتو أي زهدي الإله هذا ورعنا وحى الإله هذا ترك ما يضره في الآخرة آخرا وحى لبا تكو قارسين هيو إن أتكتكتنا ورع أي الإله هذا هلا بكلمة ويسودو فاروق أحمد والمهذب بعده سند الشريعة باللسان وباليد فاروق أحمد نبي محمد فاروق ساها وحلقوا من عابد عمر الفاروق عمر الفاروق إسلام مديسي حصل بإسلامه الفرق بين الحق والباطل حق يباطل كواك العداء مركو سوى إسلامي أيها وحيري وسو حق مسجنين سو أنا وحنا شايفنا إن الدين حق ماهن غير كين يدتك كنا جسور شيدنا وحي وتان سو باطل ماها إذن فلما الاختفاء معنا سو قرينا هنا معنا عمر يري مركو إسلامي قفكو أور بدنا
قيل وقال يكتر كتان تأذو النقلية هرك ورك أذو النقلية أهل مكة نك ورك أذو قال قاضه بل نك على شيءه نبى الله يشرع واحد نك أسا وحوي يعني نك ورك أذو قاضه عمن نكى بجروه جراعي أو حوي له هذا معناها وأنا سلام الله سعى نك نورك ولو يغنى ما قدم بكون دحوري جاي لا دحور دورك عمر باي سلامي عمر باي سلامي dadka oo dhan ba umar ku soo diday dadkii dadka baabeen jiray ama la dagaalamay jiray maalintii oo dhan is difaacay markii dambe asxaabu rasuulullaahi rasuulka intuu tagay wixii ruuxana waa muujisanayna laba saf baa lagu soo kala baxay sidaasay qorayaan umar saf buu hor maray hamzana macnaa saf buu hor maray markii ayaa noogu soo haybiya gairki iyo asxaabana waxa oranayaan markaas ayaa noogu horeeyay inaan macnaha anagoo xilaq oo jamaacada inaan kaacabada imaano xilqooyin aan u fadhiisano kaacabada macnaha agaarkeeda eeryada macnaha ku tukano diintaana calanan aan ka dhigno lidaalka waxaa lagu magacaabay faaruuqu axmeda cumar alfaaruuq walmuhadabu kii muhadabka ahaa bacdahu bacda abubakr sidiiq kii hufanaa ee muhadabka ahaa oo xumaan oo dhan ka hufanaa bacda abubakr yani ay fi lfadli bacda abubakr أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بكر ثم عمر سند الشريعة شريعة يدين سند كذي قرقار كذيها وقرقاري باللسان عرب معناه وقرقاري وباليد قعنا معناها وقرقاري أكثر الفتوحات الإسلامية فتوحات إسلامية أكثر كذا جغرافيا هان ماشي جارين أما أوبا لادن بركة أوبا نايد أما فتوحات كو دعي وقت يجي الزبن كي عمر بن الخطاب أيوها لبدي قوة دودي مركة تشري وكلمة تلا يادر روسيا مريكا وكلا كلمة تلا هي وفارس يا روما ها نيكي تبيي أيوها عمر وفاروق فارس نيكي قبطي أيوها لنا عكلا مصر هي معناها نيكي سو غاري الى حدود تشينا نيكي سو غاري ايوه وقتي سي معناها عمر بن الخطاب اي سند الشريعه باللسان وباليد شريعه سند كذاها باللسان وباليد لسان سي ايو كو قبطي وحان شيغنا معناها هبكي كو قبطي ابو بكر الصديق او خليفه النقضي ابن كثير في البدايه والنهايه وحورنا هيا في أثناء مرض أبو بكر الصديق مركي أبو بكر الصديق هو حانون صدي حانون كيسي قديسي أي وحو عهد قرية ومعناها لبر لماي وأمر كي كوري تشيي من بعده إلى عمر بن الخطاب هدي أنجيريو ده وحا خليفة خليفة رسول الله أمير المؤمنين نقون هيا عمر بن الخطاب عهدي أنا وحا قري عثمان بن عفان أي قري مركو جيريو ذي ما لنتي لوادبا قرية على المسلمين فأقروا به ها عهدي قرالك اللي قد الأخرى يدك مسلمين تا وين قرين وسمعوا له وأطاعوه سايا معناها لقوم لواطعي أمير المؤمنين وكن نقضي سند الشريعة شريعة معناها تير كذا دين تأجر جاري باللسان وباليد لسان هي باليد سيد أنت ومعناها أجر جاري مهذب بعده محدث بوها معناها عمر بن الخطاب ملهم خيراتك يا وناجة هي لو إلهامي تري أو قلبك يسلو توري تري نبي صلى الله عليه وسلم وحورنا يا لقد كان في الأمم قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر وما ذي هو روحا كتري تري داد محدثة داد الله الرمال وحلو إلهامي وخير كي وناك غلب وذل وطورة هدو قف كم ساس وكلا أوتر ومد إذا وعمر أي رسول صلى الله عليه وسلم ورن هيا موافقات باتره موافقات عمر ليلة له عمر وحياله وكوافقي وحي ساء الرسول قال له ما الله سميه عيد سود جيسي أما حديث معناه إيمان هاي إمام السيوطي قطف الثمر في موافقات عمر شعر قبل إلى الله تضوي تون بيدا أو مطبوعة أيوليه هاي قال الناظم رحمه الله ناظم كوحي إلى هذي
قالوا فثالثهم فقلت مواجبا مجاوبا من بايع المختار عنه باليد. قالوا حي له فثالثهم متك سدحان واكه. فقلت وحن يريبو يدي معنا شيخ ورنا وحن كجوا إلي مجاوبا حالا نمد جوابي مركي كيس الدحال لي ويديي خلفاء الراشدين تكودي سدحات سوسام قرية. فقلت مسارعا فقلت وحير مسارعا حالا دقدق جوابت أنا جاوبت دقدق وحكو جوابي من بايع المختار عنه باليد وحوي من قف بايع أو مبايع أو قلي المختار كلا دورتي نبي صلى الله عليه وسلم عنه أسجى حقس باليد قعدت سكولا قلي أريد وحوي قفك سدحاد خليفك ها حق نولها أو فضل بنا أصحاب رسول الله واكما أبو بكر عمر ثم عثمان عثمان عفان وي عثمان بو حكوي شاري من بايع وقفك كم بايع وضي المختار نبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أحوي سلح الحديبية شيسكي معنا حديبية أما عمرتي هبين نسو عمريسان مركي معناها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي السي لا شري ولا عليي ولا قهر استاغي تدخل لدري عثمان بن عفان برسول صلى الله عليه وسلم هو دري أهل قريش أهل مكة قريش أما أهل مكة سي النبي صلى الله عليه وسلم سي عثمان وأوش لو شرحه وجدد إني تاني سو عمريسان ودقال لي وجد يسوي مالي عثمان وقال لواي مركي لواي وحا معناها شعادي وحبا وربع صوبح ورانا هيو إن لقفا شيء أما للدلي أما دباتي دعضي مركي ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعه أصحاب رسول الله لقل وفدك يودك صفراتي للدلي هدي للدلي عثمان بن عفان للدلي بيعة الرضوان بيع علي هذا ربنا سبحانه وتعالى قرآن كل شيء أي معناها لا مبايع أصحاب رسول الله رواية قاركود على الموت رواية قاركودنا على لأن فر رواية قاركود وحلو لرما مبايعة أي هيد على صبري إلا صبر كل واسكو معنوي إن لا عرر إلى موت كمعنى إلا صبر إلى لا يجري هذا معنى إلا صبر وهي بيعة رضوان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أول مبايعون هي أصحاب رسول الله أو مبايعة أول جل هي يا مركي لسوق علي دورك عثمان بن عفان أو مقن يعني النبي يحيي وهذه لعثمان تنا عثمان مبايعة سوي بعرس وهي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سادة رادة البحورنا يا شيخة قالوا وحي لهذا فثالثهم كوذا سدحاد واكما فقلت وحن كجواب إريبي مجاوبا حالا من جوابي من غفو يبايع المختار نبي كم مبايع دعنا وسي حقي سبيل يدي قعنت وكل مبايع وضي خفك قعنت يسوكم مبايع له أسوى متلها هي قعنت قعنا متل عثمان بن عفان هي قعنت كلو نبي صلى الله عليه وسلم هي دتكم مبايع وكلا قال هي تنواتي عثمان وهذه لعثمان أي نبي صلى الله عليه وسلم ورنا هي قعنت يسوي قعنت كلو نبي صلى الله عليه وسلم ساري عنده كلا فضل بدن قف نبي صلى الله عليه وسلم ومتلها هي قف سيس متلها هنا هذا يكل فضل بفضل وين هي أنت سمعناها أيوه هيدا عثمان عفان سهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد كوحوي سهر النبي نبي صلى الله عليه وسلم غفق لحد ذي على ابنتيه نبي صلى الله عليه وسلم لحد ذي والله قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيو قرسد مدبو رقية أيو قبي مركي قريوتين أم كلثوم أي معناها دانا أو غورسدي لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم معناها أو دلي أي عثمان عفان أو غورسدي مد مركي كغيريوتي أي تيك لادان أو غورسدي ومن قف وي حوا كوبي فضلين لا فضل كوبي فضل تلاوة وتهجد فضل أخر قرآن كقارئ أي قراءة القرآن ك أدب معناها مشهور أبوها عثمان بن عفان تهجد كي صلاة الليل كان معناها مشهور أي كوها أو رموت بكوها معنى عثمان عفان مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيده الشريفة هي مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجه من ابنتيه لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه قوسدي
يهو بما عرف عنه من كثرة تلاوته لكتاب الله عز وجل خيرات كاسي يوناقا أيوكوا معني عثمان بن عفان حق فضلي يا فضل بنا أبو بكر أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عمر أيا كحيق ثم عثمان ميا حق فضلية حق خلافة هي إمارة وعثمان وهي لكن حق فضلية كيف فضل بنا مع علبة فضل بنا إذا عثمان أيا فضل بنا سلف قاركود وحلقة لسه نقلية قاركود إن علي هر مريان وإلى علي بفضل بنا قاره وحلقة لسه نقلية إن إلى عثمان بفضل بنا قاره معناها توقف بين سمايين ما كلا فضل وما كلا هر مرين قاره ما يسكر هر مرين ولذلك معناها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وحلية هاي لكن استقر أمر أهل سنة على تقديم عثمان لكن أمرك أهل سنة والجماعة مركي دنبوح كسو ناضي على تقديم عثمان الله هرمريه وصدح ويهي حق فضلك يحق خلاف فضل معنى خليف ويهي وامير المؤمنين ويهي رسول الله بانا تصيصه ويكمته هاي في صحيح البخاري وحاكسو عبد الله بن عمر بن الخطاب حورنا يا كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك أيان كلا خير مر حق خيرك يعني كلا هرمري تشري هيل با خير بدن هيل با خير بدن هيل با خير بدن واسوي دين تشري فنخير أبا بكر أبا بكر بان خيرك سين تشري مركو هره ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ساسو عرنا هيا روايها قاركوذو حي سي شار هيا إن معناها نبي قاركو نبي وقاري تشريو وسنو إنكري تشريو أنت سيوح نبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي نبي وتشوا ينساس سمين تشري wax inkiri da ama samax oranaysana lama oran jirin ninka soo amaanay sayyidu nabiga sallallahu alayhi wasallam aani waxa uu la jidaa bil sheekha ibn affan banu jidaa ibn affan ash-shahida macnaha shahid ka aha oo gacan ka gardaran dad buqaad oo tuqaat ah ay macnaha ay dileen oo gurigiisi ay ku soo weerareen saasa shahid ka macnuhu oranaya nabiga sallallahu alayhi wasallam وحونا يا حديث سيحة أبي الموسى الأشعري وكله هاي معنى إذن له أي لعثمان عثمان وإذن أصوغله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه جنة أبو بشارة أيضا لسعته بلوى ابتلاء امتحان يبلايين أصيب دونه أو موسى مركي أرنتي أوغارسيي عثمان عفان عثمان وحكو جوابي الله المستعان إله معناها مستعان أو كلمة ودي سنين عن ابن عفان الشهيد ومن قفوي دعي في الناس ذات كده حول اللوية ري اللوية ري ذا النورين ذا النورين لوية ري لو ذا نور كيو صاحبك لو ذا نور روح لو لك ذا لو ذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ودلي يو كلا الدم بيسي سهر محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث كلاها وقبله النبي صلى الله عليه وسلم أيو قرس ذهوي أنت أسي لقبك ذا النورين إلا إلى هذا معناها أدلية نصوص كسر روات المجرد لكن سلفك يددك علماء لحظة فيما بي علماء لحظة أرين مشهور النقطي أي النقطي رغم أقعب لكن معناها أرين معناها السوان وما نقرنا كل هذا ذات سلف أو معنى سلف كحوري معناها أصحاب رسول الله لقصوا نقلي ما لها لكن بين العلماء بأرينتها مشهور النقطي إلا إلى ذا النورين أسي معناها النقطة قال الناظم رحمه الله قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد قالوا وحي لهذين فرابعهم كوضا فرادوه فقلت وحاربوا يري مبادرا حالنا كودك دقي جوابته من غفو يحاز كوبي دونهم دون أصحاب رسول دون الخلفاء الراشدين دون أصحاب من الترهضبة سكون هذا عليه دونهم دون أبو بكر وعمر وعثمان أبو بكر عثمان هي معناها عمر سكوا وكوبي أخوة أحمد أحمد أخوة أحمد شعر دراد بو أحمد ورمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا التنمذي سكوبي
أرنتنا معناها وحشارة هي حديث ما معناها إشارة يسوع أي كمتها هي أنت أخي في الدنيا والآخرة إن حديث يقار كود يسوق ويقول هيان أخي في الدنيا والآخرة إن ورالك في الدنيا والآخرة حديث النوع كسو أرورتي لقس ورينا النبي صلى الله عليه وسلم لقس ورينا هيو حديث أهل الله صلى الله عليه وسلم وحديث إما ضعيف إن يتهي أما إن يتهي موضوع إن يتهي وحب معناه يسكتر وحس تشيرو أوصوغا النبي صلى الله عليه وسلم وكيل معناها علي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ميضر هل كنا قرين أني حق إن الفريستون نغطه ماشي وكفر لي هارون موسى ولا لنا ويا هايون ويا هارون يا موسى فضائل أدو فربدا أي معناها أولي هاي علي بن أبي طالب بل معناها أي لعي كرتبة إنو نغضه إن عفضائي شدتك الله سوى نقليي أما الله سوى أروريا ما سوى أرورتي تدك أغبا إنو يهي معناها فضل سوى أرور هاي قال الناظم رحمه الله ناظم كوحو يرى هذي زوج البتولي تي بتولة هاي فاطمة أيو كتشي داية إذا أرسلنا إذا عفي فضي الطاهرة بحيد زوج كواها وفاطمة بنت محمد زوج كذا علي بن أبي طالب وخير من قفك أو خير بناوي وطئ الحصى قرورها أما وطئ الثرى أرضضي للك كويستاغو عرادة كويستاغو بعد الثلاثة سدح ذي قداش هذا أي بعد أبو بكر وعمر وعثمان خير من وطئ الحصى قرورها قفك كويستاغو يعني للك قفك صعب قفك أو خير بناوي بعد الثلاثة سدح ذا قداش هذا قفك أفراده يحق فضلك والكريم المحتدي كي أصل كيسة هي نصب كيسة وأناك سناوية قريشي جها النبي صلى الله عليه وسلم قرابة اللهها جواد النبي صلى الله عليه وسلم قبي حسن وحسين معناها أبوها خير المحتدي أصل كيسة نصب كيسة كريم المحتدي أصل كيسة وأناك سنا هي نصب كيسة مش وكسو تشيذي أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي أعني وحنولك إذا غفكاسي أبا الحسن أبا الحسن أي نولك إذا كن يدي علي بن أبي طالب وحيد أبا الحسن ما دام حسن وينا حسن حسين وحسن وينا أبو الحسن أي لورنشري الإمام إمام كاها إمام بها فضل بضني وناك بضني دينة الإمام بكواها أما معناها إن تيتلك إمام كليس لو خصيصه أصلها وحي عريين ويا ميداليين أما يا أساسين شيعان ويا إن كلي له خاص يلو أي ماذا كري دتك عن إمام مريهم وإمام أبو بكر يا إمام عمر يا إمام عثمان الله ران كلي له خاص يسمى معناه وفكرة كتمد معناها شيعة كتمد ويا روافد كتمد أما معناها إمام ويا هاي ومن قف ويا الله وسجى بين الأنام مخلوقات كجود فضائل أي فضائل فضل وصونا ري فضل قاسو لم تجحد أن لا ينكرين ولا ينكري كرين معناه علي بن أبي طالب فضل فربضا ولا ينكري كرين أيولها قال الناظم رحمه الله ناظم كوحي له مركي أفرتي خلفاء راشدين تاهيد سيوكله الرئيين أوكل فضل بلنائين أوشيغي ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي ولابن هند هند ويلكيذا ويلك هند هند بنت عتبة ولتشيذو معاوية ولتشيذو معاوية ابن أبي سفيان ولابن هند هند ويلكيذا وحاوسونا ذي في الفؤاد لا تحاوسونا ذي محبة كالقعير يتعيل باوسونا ذي معاوية ما أبي سفيان تعيل با معناها قلب عن أبوها يا الله يا ودتك مسلمين تبعنا تعيلوها يا موية سيقونا وحوشي يا معاوية دتك شيعة أدو النعبيهم بكميدها معنا أما يدو حوق الشيء هيان أيوة مركة وانين هيو أرمي دحمري علي بن أبي طالب
ياسق الأحمر. ولابن هند في الفؤاد محبة. أما أهل السنة والجماعة وحوي أصحاب رسول الله كل وذو الله وذو شعلان هي معنى وحي معناها قفة دحر ودعينا قفك حق أصيبين لبا أجر أيوليه معنى دلالك يجهدك أودد علي وصوص يدل لنا وحشارة يعني علمنا بالطالب إنه يهي كي معنى حق وافقي كي معنى خطأ دلالك أسمي حق أنا وافقنا أجر بوليه معنى ودلالك يجهدك أسمي أي أجر معناها كليه رضي الله عنهم ورضوا عنه أصحاب رسول الله كلهم عدول ومودة كالقعيل أي قلبي أن أوهي أوسق ناضي فليرغمن أفكس سنكس هب وروب مفندي قفك إبيرين هيا أما مفندي قفك خلاف هيا مفندي قفك خطأ يا قف وحكم هيا إيه قصور تشيدا هرين تاني أقول رعصنين أفكس هب وروب هد اللوب أي أورن هيا معنا معاوية فضائل آد أفر ربضا أي ليه معنا ذاك الأمير المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى وسؤدد ذاك كاس أشيق هيا الأمين وكي أمينك هيا الأمينوي اللي هو أمين وحي إنه قرأ المجتبى لو دورتي لكتابة الوحي وحي قريتان كيسا لو دورتي وحي المنزل لسؤدتي ذو التقى عبسيه صاحبكها وسؤددي سيد نمدنا معناها وصاحبكها وحورنا يا وشيخها يا معاوية بن أبي سفيان الأمين وقفك أمين كهوي اللي هو من وحي الله سبحانه وتعالى كتاب القرآن كسودك هي إنه قربة المجتبى الله دورت لكتابة الوحي وحي إنه قرأ وحي المنزل إلى سودك هنا وكتابك ذو التقاء عبسد وصاحبك والسؤدد يسيد نمد وصاحبك خبرت مامر وهذا دير وفرت سنة أيولها فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي فعليهم دشرة خلفاء راشدين يا معاوية بن أبي سفيان يسوع شيء دشرة يا وعلى الصحابة أصحاب الدشرة كلهم لما تطبع صلوات ربهم ربي صلي ساعة أما حريص على ده أما سيد راجعها صلي وحل إلى هذا من الله عز وجل وربي إنه شيغو قفكن وناجي سو شيغو معناه كوشك شيغو في الملأ الأعلى سمد يدك سره كرتشوغو ملائكته لوك شيغو وناجي سا ذكر الله عز وجل في الملأ الأعلى إنه الله قف كوشيغو في الملأ الأعلى صلاة الله دش ها هاتو أيها أصحاب رسول الله كلهم بدون استثناء لما تود معنا فعليهم دشرة وعلى صحابتي يا صحابته كلهم لما تود صلوات ربهم ربي صلاة ديسة تروح هكسو قلبته وتغتدي هنكسو كل لحظة هن وصلي عليه سبحانه وتعالى مذو قلبت وي ماذا صبحين وي ماذا زبك ورنب معناها ودول سارين دشرة لقوضة صلي إله سبحانه وتعالى رحمة الله أن حريص الله يشتغيتانك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وكل شيء إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي شيخ حرنا يا إني لأرجو وحرجين يا أن أفوز إن كجو ليستو بحبهم تعالك وذين كجو ليستو إن كل يبانه تعالك وذين كل يبانه يو بما شئنا كل بنا اعتقدت أن عقيدك لكتي أو من الشريعة شريعة في غد بري حلي شيخة غد وحلولة ذا معناها يوم القيامة أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما نتا قيامها يوم الميعاد ما نتاسي وحرجين هيا إنا كقوا ليستو حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أصحاب رسولك أون جعلهاي هي معناها وبما اعتقدت من الشريعة وحيان عقيدة كدكتئي وناكسا وعقيدة إذا وناكسا هذا أن صور شيء جدا وحوية غفل يعينها معناها إمام الطحاوي في عقيدة الطحاوية إنه أرنها يي حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان أصحاب رسول الله إلا تعلاض ودين يا إيمان يا إحسان يا ونقوي إلا النعو الله عرض أصحاب رسول الله وكفر ونفاق وطغيان. قال الناظم رحمه الله ناظم كوحو إلى هذي قالوا أبان لك الوذاني الهدى قلت الذي فوق سماء مؤيدي. قالوا وحيد أهدين أبان وعديي الكلوذاني إمام الكلوذاني الهدى حقي أي عديي ساسي مركان سؤالي كجواب وسأله وجوابي وحيد أهدين حقي بل عديسي ونقبل لو تيري ونقينا مصور أنك موفانا نقال الله إمدو معناها أساقي سمعي لنا وحيد أهدين قلت وحيد بيري الذي فوق السماء الله سمد كسر رأيو أي مؤيدي كيات كي ومعناها إي قرقاري معناها إلهي بأي قرقاري قو نمي سيي أديقي سيي حجي سيي إي قرقاري إنا معناها حقنا نعديه وفضلي إي النعمة دي قفك بشر كبن آدم كالسيو أما سيئ لسيي إلهي سبحانه وتعالى أيو عليي وما بكم من نعمة فمن الله وحي النعمة أولي ستان من الله عز وجل أياتي وحنوي إن الله سبحانه وتعالى لو عليه سيد الاستغفار وحاكمدها أبوء لك بنعمتك علي رب وحنكو قرنها يا ونكو علنها يا ونكو شيئا يكو قرنها يا النعمة ذانيك هذه النعمة يسي إلهي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى وحنكو يديسنين من أهل الجنة ذاتك الجنة قالينه الله سبحانه وتعالى أن نقدره عمل كان لا إيمان إننا من إخلاص لوجه الله عز وجل إلهي دل هذا نصم إنه إن الله سبحانه وتعالى وكرده وح ربي سبحانه وتعالى ويدي سنة إن وح ومضى ذاتك يسوع خلاف فيان إن ربي سبحانه وتعالى ونوه نوني متك حقه إن ربي سبحانه وتعالى ونوه نوني اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نظمه إمام الكلوذاني ونظمينه أما التحدي أفرتني دورك بعيد عن هيد شانتها جلسين وغدا معطي إلهي سبحانه وتعالى فضل جيسا من جيسا كرم جيسا ينعرنت وقود علي وهي قفة يا خطأ يا دعاء فمن نفسي ومن الشيطان وحنا دياروا هاي إنا كلابتو أدلة هي نصوص هديلة لي ماذا لكن عقلي يفكر معناها اسمه قرب ليك هي حقه حقه يا مركز تقادنا يا هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.